من أجل تعزيز الأمن الحدودي، خصوصا الحدود الرابطة بين سوريا والعراق، تفقد وزير الدفاع نجاح الشمري ووزير الهجرة نوف البهاء تلك الأراضي المفصلية الرابطة بالدولة السورية التي تشهد اليوم حربا ضد جارتها تركيا، والتي من شأنها أن تخل بالأمن الداخلي للعراق. فجاءت جولة وزير الدفاع العراقي لتعزيز الأمن في هذه المنطقة الحدودية الحساسة، كي لا يكون هنالك ثغرات تمكن عناصر داعش الإرهابي وغيرها من العناصر الخارجة عن القانون من الدخول إلى الأراضي العراقية. هذا خلل الأمن اللي حدث بسبب دخول القوات التركية إلى سوريا. استطلعنا اليوم الحدود العراقية السورية ابتداء من قاطع عمليات الأنبار وقاطع عمليات الجزيرة وكذلك قاطع عمليات نينوى. اطلعنا على الموقف الكامل، اطلعنا على الحدود كامل. هناك بعض الثغرات اللي نأمل أنه تغلق في الأيام القادمة. وزير الهجرة العراقي صرح لقناة التغيير باستعداد وزارته بشكل كامل لاستقبال العوائل العراقية القاطنة في سوريا والتي تود العودة للعراق. هذا الاستعداد يكون بالتنسيق المشترك مع وزارة الدفاع العراقية كي لا يتوسط هذه العوائل بعض الإرهابيين. بالتأكيد بالتعاون مع القوات الأمنية والقوات الموظفين وزارة الهجرة والمهجرين سوف نكون مستعدين على أتم الاستعداد لاستقبال أي عوائل عراقية إن نزحت في هذه الفترة إلى داخل الأراضي العراقية، ولكن الأمور الآن مسيطرة جدا وكان هناك تفقدات بيننا وبين وزارة الدفاع على النقاط الحدودية. هذه الجولة التي نالت إشادات كثيرة من المهتمين انتهت بزيارة وزير الدفاع نجاح الشمري لمحافظة أربيل ولقائه بوزير البيشمركة في إقليم كردستان العراق شورش إسماعيل من أجل تبادل الجهود لتعزيز قوة المناطق الحدودية العراقية السورية. جولة تفقدية لوزيري الدفاع والهجرة على الحدود العراقية السورية لتأمينها وتنظيم دخول اللاجئين إلى العراق دون حدوث أي خلل أمني. من على الحدود العراقية السورية محمد فراس، قناة التغيير.